تقدم في اللحظات الأخيرة بعد فشل الفريقين في حسم هذه المباراة خلال مين. والآن مع أول ركلة ترجيحية. الله، تنفيذ ممتاز من اللاعب، ركلة تنفذ بنجاح ويسجل من علامة الجزاء. التركيز مهم في تنفيذ ركلات الجزاء. ركلة في المرمى. في المرمى من علامة الجزاء. التركيز مطلوب في تنفيذ ركلات الجزاء. أوهو، يسدد الكرة خارج المرمى. تصدي من حارس المرمى لركلة الترجيح. يتقدم الآن لتسديد ركلة الجزاء. الركلة تنفذ بنجاح، علامة الصح الكبيرة للتنفيذ. ويسجل من علامة الجزاء. الآن يحضر نفسه لتنفيذ ركلة الجزاء. يرسلها إلى الشباك، تنفيذ ممتاز جدا من اللاعب. كرة أخيرة للفريق، إما أن يسجلها أو أن يخسر الفريق. والحارس يتصدى، حارس المرمى يظهر ويثبت وجوده بهذا التصدي لهذه الركلة بعد توقع سليم، يمنح الفريق الانتصار.